2019 عرفنا ان الاشخاص الاعاقه في حواجز هو بيقابلها هي دي اللي بتوقفه ان هو يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. ايضا حواجز هو حاططها لنفسه او حواجز هو بيقابلها من المجتمع. عايزين نكسر كل الحواجز اللي موجوده ايضا في المجتمع بان احنا نعمل اويرنس للمجتمع، بنعمل حملات توعيه، عملنا كذا حمله على السوشيال ميديا وصلت لاكثر من 7 مليون واحد بنسمعها انا مش كائن فضائي. وفي نفس الوقت بنشتغل مع الشركات ان احنا بنوفر تدريبات للشركات ان هم ازاي اكوموديت الاشخاص ذوي الاعاقه وازاي يقدر يتعامل معاهم ويبقى هم حتى تفكيرهم ان انا الكورس اللي احنا بنديها مش اللي هو ازاي تتعامل، لا هو بس اكتر ان انت يبقى المينتاليتي بتاعتك ان الشخص مفيش مشكله انت اللي عندك حواجز محتاج تشيلها عشان الشخص ده يبقى اكوموديتد في الشركه بتاعتك بشكل مظبوط. المشاكل اللي هي العوائق الحركيه دي اكتر بنبتدي شغلنا يكون موجود اكتر مع الشركات مع القطاع الحكومي بنشتغل فيه طبعا مع محافظه الجيزه كنا واخدين بروتوكول في 2016 عشان نقدر نعمل اول شارع اكسسبل في مصر نساعد المحافظه انها تبقى عارفه ازاي تعمل شارع اكسسبل ان احنا ازاي يبقى في روت للمكفوفين وايه نوع البلاط للمكفوفين الموجود بره مصر اللي احنا بنشوف الاصفر اللي هو في بلاط تحذيري في بلاط بيوجه الشخص ان هو يتحرك في مسار معين. فعملنا كيلو متر طولي كنا اخترنا جامعه القاهره عشان يمكن كان في عدد طلبه اكثر من 1000 طالب من ذوي الاعاقه وستاف في الجامعه ده بيست على احصاءات الجامعه. السنه دي هنمضي بقى مع برضه محافظ تاني ان احنا ناخد مساحه اكبر وان احنا نشتغل على محطات مترو وان احنا نشتغل جوه الجامعه كمان ان احنا نحاول نحقق موديل من منطقه كامله، يعني احنا نخلي الجامعه بين المنطقه اللي حواليها متاحه. شغالين في الاقصر ان احنا بنشتغل مع المحافظه على شوارع مختلفه انها تبقى متاحه مع محافظ الاقصر ومدينه بروتوكول والتي في اجراءات مع وزاره الاثار على ان احنا برضه نشتغل في الاماكن الاثريه، الوزاره برضه مهتمه جدا بالموضوع ده. مع الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم بنشتغل معاهم طبعا احنا بنحب يبقى التيم بتاعنا فولنتيرز او ناس بتشتغل او وات ايفر التيم بتاعنا كله هو تيم انكلوسيف، يعني ما اقدرش اكون انا بادفوكيت لحاجه او ان انا بقول للشركات لازم تعملوا لازم تعملوا وانا اصلا مش بعمل كده. اسمي عمر هشام مصطفى عندي 23 سنة بدرس في كلية التجارة أنا أعرف حلم من سنتين دخلت الحلم من على الفيسبوك منحة تدريب من أجل التوظيف دخلته وتدربت معاهم على حاجات كتير تفيدني إن أنا اشتغل طورت من مهاراتي كتير وبعد ما خلصتها كملت مع حلم ان انا كمتطوع عايز ابقى معاهم على طول لان هما بيفيدوني بشكل كبير نفسيا ومعنويا غيروا فيا حاجات كتير قوي قبل وبعد. أنا قبل حلم كانت حياتي فاضية جدا بعد حلم لا بقى ليا اهتمامات تانية إن أنا عايزة أشتغل أكتر على نفسي عايز إن أنا أوصل لحاجات كتير إن أنا من حقي أشتغل من حقي أوصل لحاجات كتير لنطلب دمج في المجتمع. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نوفر الفرصه للشخص ونعرفه ان كل حد ليه قيمه. غير ان هو بنخلي اماكن متاحه احنا برضه بنقابل محلات وبنعمل لهم اويرنس والاوبجيكتيف ان احنا نحط الاماكن دي كلها على ابلكيشن ويب سايت ده الشراكه مع مؤسسه فودافون مصر عشان يبقوا عارفين الاماكن الاكسسبل ايه، يعني لو انا عايز اروح مكان عايز اروح حلاق عايز اروح مدرسه عايز اروح جامع فبعرف اقرب جامع او صيدليه او جنبي يبقى اكسسبل فين. ويمكن في المجال بتاعنا مفيش يعني عمري ما اوصل لخط النهايه والحمد لله انا وصلت خلاص. فده مش موجود في المجال بتاعنا ان احنا كل يوم بيبقى في تكنولوجي جديده بيبقى في طرق جديده ان احنا نحل المشاكل بيبقى في حد جديده فمفيش فاينل فيكتوري يعني مفيش خط نهايه اوصل له هو انا كده خلاص انا مبسوط بالوضع اللي احنا فيه.
I feel so extremely proud.